مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده من سوبر تايم. زي كل يوم بنكون مع حضراتكم على مدار ساعتين باخر واهم الاخبار ولقاء مع احد نجوم الكره المصريه. نبدا اخبارنا بالخبر الاهم. امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي اعلن عن التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم الشهير بكهربا لمده 4.5 سنوات تبدا مطلع يناير المقبل. ده طبعا جاء في صفقه انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو ابش البرتغالي بالتراضي قبل ايام من اعلان الصفقه. الاهلي اكد في بيانه ان الصفقه دي بتاتي في اطار تلبيه الاحتياجات اللي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فتره الانتقالات الشتويه المقبله، ومن المنتظر ان ينضم اللاعب لتدريبات الفريق وفقا للموعد اللي بيحدده ريني فايلر المدير الفني للفريق. من ناحيته أكد كهربا لاعب الأهلي الجديد في أول تعليق ليه بعد انضمامه للنادي الأهلي صباح اليوم لمدة 4 سنوات من بداية يناير، كهربا على الصورة كتب، طبعا صورة نزلت النهاردة وكان معاه أمير توفيق مدير التعاقدات، كتب: الطيبون دائما يفوزون في النهاية، الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. وطبعا بعد الإعلان عن الصفقة قرر مسؤول نادي الزمالك إضافة البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني السابق للفريق ضمن محاور الشكوى المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. شكوى هيقدمها نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا بعد انضمامه للنادي الأهلي. إدارة النادي الأبيض هتذكر في الشكوى الخلافات بين البرتغالي إيناسيو المدير الفني الأسبق للفريق وإن هو كان واحد من أسباب تحريض اللاعب على الهروب من نادي. بيخطط مسؤولو الزمالك للحصول على أكبر قدر من التعويض، خاصة بعدما قام بتقديم يعني بعدما تم تقديم كهربا مع الزمالك. الأهلي ما حرضش كهربا على الرحيل من الزمالك، الأهلي لم يكن على تواصل مع كهربا تماما قبل 10 أيام من دلوقتي، يعني أول تواصل ده وفقا لما جاء على لسان مدير التعاقدات في نادي الأهلي، أول تواصل رسمي ما بين الأهلي وكهربا كان من 10 أيام. تمام، الأهلي مش هو اللي حرض كهربا على الرحيل من الزمالك، تمام برضو. شكوى من الزمالك الأهلي ملوش دعوة بيها، شكوى من الزمالك ضد اللاعب. اللاعب من وجهة نظره بأن العقد يعني باطل، النادي من وجهة نظره أن العقد سليم. اتحاد الكرة كان في وقت من الأوقات بيعلن أن هو موقف الزمالك هو اللي قانوني وأنه من حقه قيد اللاعب، ولكن الأمور دلوقتي على يعني عهدة أحد المسؤولين في اتحاد الكورة بأنه القصة ليها علاقة بفيفا، بعتوا البطاقة المؤقتة إحنا معاهم، ما بعتوهاش إحنا برضو معاهم. فالموضوع الأهلي وفقا لما جاء على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات أنه مش هيكون طرف في الأزمة خالص، ملوش دعوة بالأزمة ولا ليه دعوة بأي شكوى مقدمة من قبل الزمالك. الزمالك زي ما قلت لكم دخل أوجوستو إيناسيو المدير الفني الأسبق للفريق اللي هو كان على رأس الجهاز الفني لديسبورتيفو أفيش، واللي بيعلن مسؤول الزمالك بأنه هو كان أحد أسباب التحريض، أنه هو اللي حرض كهربا على الرحيل من الزمالك. وأنا بقول لكم الكلام ده مش مظبوط، ملوش أي دعوة بقصة رحيل كهربا عن الزمالك. قصة رحيل كهربا عن الزمالك من الآخر كده كلها علاقة ليها علاقة بكهربا وعلاقته مع إدارة الزمالك. هو شايف أنه زي ما استفاد من الزمالك هو فاد الزمالك، الزمالك شايف أنه عقده شغال وأن المقابل المادي اللي فيه يعني يستحقه، هو شايف أنه لا أنا أهم لعيب في الفرقة وأنا المفروض أن أنا أطلب أرقام أكبر من كده، وفقا لما جاء في آخر الأمور اللي تسربت يعني بأنه فرجاني مش عارف بياخد كام وطارق هياخد كام ومين هيعلى إيه، فأنا كمان من حقي أن أنا أعلى وأطلب أعلى رقم في الفرقة. اترفض ده وبعدين اتوعد بوعود على حسب كلامه ما اتعملتش، وبالتالي هو كان شايف انه لا انا زي ما استفدت منكم على حسب كلامكم انا كمان فتكوا في الاعارات ودخلت النادي اكتر من 70-80 مليون جنيه. فالقصه هنا كانت عباره عن ازمه متبادله، يعني ده شايف انه على حق وده شايف انه على حق، الاهلي ملوش دعوه بالقصه. الاهلي على حسب كلام امير توفيق انه يعني تواصل مع اللاعب من 10 ايام، عندك رغبه انك تيجي تلعب معانا؟ قال لهم اه طبعا، ده انا يشرفني، ده انا ارجع بيتي، ده انا ده انا ده انا، مضى وخلصت القصة. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل في القصة دي، لكن أزمة ما أعتقدش إنها تنتهي بسهولة، ما أعتقدش إنها تنتهي بسرعة، وهتاخد وقت شوية على ما الأمور تهدى مرة تانية. هل الزمالك بيجهز دلوقتي رد للأهلي ولا الأمور
ملهاش علاقة قوي بمين أخذ مين من عند مين، لأنه في بعض الناس لسه بتتكلم على عبدالله السعيد وصفقته، أنه الزمالك كان سبب في تمرد عبدالله على الأهلي، ثم يعني انتدابه، الأمور ما مشيتش تمام فسافر على برة ورجع السعودية منه على بيراميدز. لكن بيقال بأنه الزمالك بيجهز رد على صفقة كهربا، مين هيكون هو الرد أو مين صاحب الصفقة اللي جاية الله أعلم، كل ده كلام لسه يعني في علم الغيب. لكن زي ما قلت لكم الأمور مش هتنتهي بسرعة، مش هتنتهي بسهولة، فيبقى في ردود وشكاوي وأمور وتحقيقات وكلام كتير قوي من قبل نادي الزمالك. لكن زي ما قلت لكم الأهلي من ناحيته احنا ما لناش دعوة بحد، احنا مركزين دلوقتي انه كهربا هيجي ينضم للتدريبات امتى، هيلبس رقم كام في التدريب او في التيشيرتس الفرقة يعني، والأمور ملاش اي علاقة بأي حد. استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر على إعادة الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتشكيل. ومن الأهلي للزمالك، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الشباب، فريق الشباب مواليد 99، 5-0 مواجهة ودية جامعة الفريقين اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. سجل إمام عاشور الهدف الأول وكريم بامبو الهدف الثاني والثالث، عنتر سجل الهدف الرابع ومصطفى فتحي سجل الهدف الخامس. مباراة من وجهة نظر كارتيرون مفيدة جدا علشان اطمن على جاهزية بعض اللاعبين البدلاء في الفترة اللي جاية، وكشف كمان من خلال النهاردة تواجد النادي أو تواجد داخل النادي ومع الجهاز الطبي وكل الناس كانوا حاضرين أنه مدة غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، طبعا هو غاب النهاردة عن ودية فريق الشباب، لكن بيتقال بأنه لسه مدة غيابه لم تحدد بعد، وأنه هيكون غالبا مش موجود في لقاء طراع الجيش اللي جاي. ده نفس السبب اللي كان بعده عن لقاء بيراميدز الأخير، وهو دور برد عنيف شوية، يعني على حسب كلام الناس جوه النادي يعني أنه دور برد عنيف شوية وخلى اللعيب بعيد عن التدريبات، وبنسبة كبيرة هيكون كمان بعيد عن لقاء طلائع الجيش في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز. بيعقد مسؤول الزمالك جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الأيام القليلة المقبلة علشان يبحثوا ملف تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين لسد العجز في صفوف الفريق فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل. طبعا في ظل وجود أزمة في ضم أكتر من لاعب في يناير المقبل لعدم وجود أماكن شاغرة بالقائمة البيضاء، بيحق للزمالك قيد لاعب واحد فقط بنظام الاستبدال. كارتيرون حدد بعض المراكز اللي بتحتاج لتدعيم في أسرع وقت ممكن. طبعا اول مركز هو مركز الظهير الايمن بعد يعني رحيل حمدي نجاز، كارتيرون شايف انه المكان الاول هو الظهير الايمن، المكان الثاني هو خط الوسط المدافع، المكان الثالث هو المهاجم الصريح لعدم وجود بديل. طبعا لحازم امام عدم وجود بديل لطارق حامد وفرجاني ساسي، وفي حاله غيابهم الفريق بيعاني، وكمان يعني مركز المهاجم الصريح بحاجه لتنوع، موجود مصطفى محمد، موجود عمر السعيد، وغالبا خالد بوطيب مش هيكون موجود او مش هيكون موجود في حسابات الراجل، وبالتالي يعني كارتيرون غالبا حط عينه على حد علشان يكون صاحب المكان الاول في ظل احتياجات الفريق لتدعيم بعض المراكز. اول اسم هو كريم العراقي، ظهير أيمن منتخب مصر الأولمبي والنادي المصري البورسعيدي، دخل دائرة اهتمامات الزمالك بشدة لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال يناير. من المقرر أنه يعقد مسؤول الزمالك جلسة مع مسؤولي المصري البورسعيدي للحديث حول انتقال اللاعب إلى قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية، خاصة أن إدارة النادي المصري هترجع أكيد لكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق في تلك المسألة، وحسب إمكانية استغناء النادي عن لاعب من أهم اللاعبين اللي موجودين في الفريق. خلينا ناخد علشان برضو نقطع الشك باليقين الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي. أستاذ محمد مساء الخير، وخلينا ندخل في الموضوع على طول، هل هناك نية للاستغناء أو للموافقة على أي من العروض المقدمة للاعب كريم العراقي وأبرزها عرض من نادي الزمالك؟ كريم ازيك، تحياتي ليك وتحياتي للأستاذ المشاهدين. برحب بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا كريم. اهلا بيك. أهلا. برحب بيك. هل هناك نيه من قبل اداره النادي المصري للموافقه على اي من العروض المقدمه لكريم العراقي، ولا القصه بالنسبه لكم مقفوله؟ مفيش خالص عروض تقدمت لكريم العراقي داخل مصر خالص حتى الان.
العرض الوحيد اللي جه من خارج مصر وجه من البرتغال واحنا رفضنا العرض. كان عرض من البرتغال رسمي. واحنا رفضنا. ورفضتوه، جميل، لكن بيقال بانه الزمالك بصدد تجهيز عرض للمصري، هل هناك نيه حتى للنقاش والتفاوض؟ في الاول والاخر هو الموضوع موضوع فني. طبعا. وفي الاخر موافقه الجهاز الفني عن اي لعيب بيجي النادي، طبعا الجهاز الفني بقياده الكابتن نهاد جلال، اي لعيب بيمشي من النادي او بيجي النادي لازم موافقه من الكابتن نهاد جلال في الاول والاخر. لكن خلينا اكد لك على نقطه كريم، ان ذات اللحظه اللي انا بكلمك فيها مفيش اي عرض جه لكريم العيائد وانكلم انا. ما هو انا بيقال بانه في خلال الايام القليله القادمه سيكون هناك عرض من نادي الزمالك لكريم العرقي، عشان كده انا حبيت ان انا اتواصل مع حضرتك علشان نعرف هل هناك نيه اصلا لفتح الموضوع ده، ولا الموضوع ممكن يكون مقفول من بابه وبالتالي الامور مش محتاجه حتى جلسه تفاوض. لكن خليني اسال حضرتك سؤال صريح، في حاله موافقه كابتن ايهاب جلال وحاله وجود بديل لكريم العرقي، هل ممكن تكونوا حددتوا سعر حتى يعني سعر كده افتراضي لكريم العراقي؟ والسؤال الاهم هو انتوا ليه رفضتوا عرض البرتغال؟ عرض البرتغال في يعني المقابل المادي ضعيف جدا، وبناء عليه احنا رفضنا العرض على طول، ما يليقش. طب ده معناه انه لو كان عرض مش يعني لو كان عرض يعني مغري كان ممكن توافقوا؟ كان ممكن. طبعا قرار مجلس الاداره بعد موافقه طبعا الكابتن ايهاب جلال، لو في عرض محترم يليق بينا ويليق يليق بالنادي المصري ويليق باللاعب نفسه طبعا فاهم العراقي، دي حاجه احنا مدين وعد للاعب في حاله وجود عرض احتراف ليه، مش هنقف اكيد، مش هنقف قدام مستقبله، اكيد مش هنقف قدام طموحاته الكبيره. لكن انا باكد على نقطه، ان مش هنتنازل عن كيان العراقي او اي عرض لكيان العراقي الا لما يكون العرض دوت بيليق بينا احنا كنادي مصر وبيليق بكريم العراقي، ده اكيد يا كريم الكلام ده. جميل. حطيتوا طب سعر يعني مبدئي لكريم العراقي؟ يعني ممكن تبقى اداره النادي قررت انها تاخد مليون يورو، 2 مليون يورو، 3 مليون يورو، حطيتوا رقم؟ لا صدقني، الموضوع نفسه ما اتفتحش على مستوى مجلس الاداره، كل الموضوع ان لجنه التعاقدات يعني تلقت العرض بتاع البرتغال، وعلى طول احنا رفضنا العرض طبعا، العرض ضعيف، واقول لك بمنتهى الامانه العرض كان $700,000. 700,000 دولار؟ 700 ها؟ اوكي 700 اوكي. طيب هل في اي نيه لانتداب لاعبين من الزمالك؟ ممكن الزمالك يجي يقول لك والله طب شوف انت عايز مين من عندي، انا عندي كذا لعيب ممكن اعرضه عليك، هل في اي نيه لانك ممكن تدخل لاعبين في الصفقه، لاعبين مقابل لاعبين؟ ما عندناش مشكله خالص لو اللعيبه دي كابتن ايهاب طالبها، كابتن ايهاب جلال لو اللعيبه دي طالبها واحتياج من ضمن احتياجات الكابتن ايهاب طبعا ما فيش مشكله خالص. جميل. استاذ محمد انا بشكرك جدا على توضيح الامور، وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في الكونفدراليه، ان شاء الله المصري بورسعيد يكون يعني من الفرق اللي بتقدم مستويات جيده جدا تحت قياده الكابتن ايهاب جلال، وبالتالي كل التوفيق ان شاء الله للمصري بورسعيدي والبيراميدز كمان في البطوله الكونفدراليه، ايا ما يكون مين فيهم البطل اكيد بنتمنى ان البطل يكون مصري سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه او في البطوله العربيه. لسه في نادي الزمالك، ومحمود علاء مدافع الزمالك حصل على راحه من التدريبات النهارده بعدما تحامل على نفسه وكمل لقاء بيراميدز رغم اصابته بجرح قوي بالراس بعد عين الهدافين. لكن محمود علاء كسر رقم البرنس اشرف قاسم مدافع الزمالك السابق، واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر، واحد من اللعيبه اللي كانوا مميزين جدا في مكانهم وكان كمان مدافع بصفه الهداف. محمود علاء كسر رقم اشرف قاسم، تعالوا نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. ومن الزمالك لسموحه، واعلن حسام حسن المدير الفني للفريق نادي سموحه قائمه فريقه اللي هتنتظم في معسكر مغلق من بكره ان شاء الله السبت، استعدادا لخوض مباراه اسوان المقرر ليها بعد بكره يوم الاحد على استاد اسكندريه ضمن منافسات الجوله الثامنه من عمر مسابقه الدوري الممتاز. القائمه جاءت كالتالي: لحراسه المرمى الهاني سليمان وحسين تيمور، خط الدفاع رجب نبيل، احمد جمال، فارس مجاهد، احمد فتوح، محمد الطرهوني، خط الوسط محمد نادي، ايدي ايمومو، احمد حمص، يوسف ديوب، اسلام جمال، سلامه احمد، ناصر ماهر، محمود حليمو، وخالد محمد، وشريف رضا. اما في خط الهجوم محمود فتحي ورونالد وانجا واحمد حسن مكي. طبعا القائمه يعني قائمه مدججه بالاسامي المهمه بالنسبه لكابتن حسام حسن، واللي اتكلم اكتر من مره
على انه ممكن يكون يعني في اسامي للتدعيم في يناير اللي جاي، لكن هل خلاص يعني وضع عينه على اللاعبين اللي هيتم ضمهم لسموحه في يناير؟ كل المدربين دلوقتي بتفكر في مين ممكن يكون عنصر التدعيم، طبعا كله عايز يدعم، كله وفقا لمتطلباته الفنيه وفقا لطموحاته. كل واحد محتاج ايه علشان ايه؟ يعني محتاج علشان تكمل في منافسه فوق، اكيد الاهلي والزمالك وبيراميدز مع المقاولين والاتحاد والمصري داخلين في قصه المربع الذهبي والمنافسه على اول 6 مراكز، وبعدين بيجي فرق تانية في المنطقه الدافئه، وبعدين بيجي ناس عايزه تهرب من صراع الهبوط، وبالتالي كل يعني بيبحث عن طموحاته الشخصيه وطموحاته الخاصه بناديه. زي ما قلنا كل واحد يعني مقتنع بانه التدعيمات الخاصه بيناير دي بتبقى مجرد حقنه مسكنه او حقنه مقويه لحد ما تخش على انتقالات الصيف اللي هي بقى فيها الاسامي الكبيره وفيها التدعيمات الاكبر وفيها الميزانيات بتتفتح من الاول، لكن تدعيمات يناير بتبقى مسكنات الى ان ينتهي الموسم وتخش في فتره الانتقالات الصيفيه. الفرنسي سيباستيان دي صبر المدير الفني لنادي بيراميدز اتكلم على انه مستمر، او يعني الناس في نادي بيراميدز اتكلموا على انه مستمر في منصبه ولا صحه تماما على الاطلاق لما يشاع حول رحيله خلال الفتره المقبله. بعد الخساره من الزمالك الناس بدات تتكلم على انه هل دي صبر مستمر في منصبه رغم انه يعني الراجل خسر للمره الثانيه قدام الزمالك في نهائي على بطولتين وثلاثه واربعه في نفس الوقت. يمكن يكون بيراميدز عنده لعيبه كتير كويس، يمكن يكون عنده اداره بتدعم بشكل كويس، لكن هل يقدروا ينافسوا على الدوري والكاس والكونفدراليه؟ بنسبه كبيره مش هيكون سهل، وبالتالي التركيز الاكتر على تحقيق بطوله، يعني ممكن يكون بالترتيب كده الكونفدراليه وبعدين الكاس وبعدين الدوري، ممكن يكون في الحسابات لكن في صعوبه، لانه الناس كلها عارفه بانه الدوري نفس طويل، الدوري سكواد كبير مليان لعيبه كتير كويسه، لانك بتلعب 34 لقاء كلهم لقاءات مهمه، كلهم لقاءات صعبه، ما بقاش في ماتش سهل. وبيراميدز الحقيقه خير مثال على انه ما بقاش في ماتش سهل، لان هو السنه اللي فاتت مثلا لما اخذ 10 نقط من الاهلي والزمالك لكنه خسر نقط قدام فرق تعتبر فرق صغيره، بل وفي منها فرق هبطت للقسم الثاني ضيعوا نقط من بيراميدز، وبالتالي الامور ما هياش سهل قوي بالنسبه لبيراميدز انه ينافس على 3 بطولات في نفس الموسم. مسابقه الدوري طبعا مستمره بدون توقف، وحالات رحيل المدربين لسه متواجده بقوه، رحل 5 مدربين لحد الان. الصرب اكتر ناس رحلوا، ميتشو مع الزمالك، ميودراجي زيتش مع الاسماعيلي، والثالث نبوشا ميلوسوفيتش مع الجونه. طبعا مع رحيل كابتن علي ماهر من امبي برضو كان من الناس اللي رحلوا في الدوري، يعني اكتر من اسم رحل في الفتره الاخيره. لكن وطبعا فارياس المدير الفني لطلائع الجيش كمان رحل، فخمس اسامي رحلوا من انديتهم في الاسابيع الاولى. احنا لسه ما كملناش يعني في المرحله الاولى من الدوري، احنا 7 اسابيع، وبالتالي احنا لسه حتى ما كملناش الثلث الاول من الدوري المصري ممتاز. لكن كمان في ناس بتقال تقارير شبه قويه او شبه مؤكده بانهم فرصهم ابتدت تقل في انديتهم، مش هنسمي حد عشان بيزعلوا، لكن في ناس كثيره جدا في الدوري المصري اكتر من 3 4 5 اسامي برضه مهددين بالرحيل في حاله فقدان نقاط في الفتره اللي جايه. تعالوا نشوف تقرير عن يعني ابرز المدربين اللي موجودين ممكن يبقى النتائج مهدداهم او مهدده اماكنهم، وبعدها نرجع نكمل اخبارنا مره ثانيه. قلت لكم مش هقول اسامي، فالاسامي ظهرت في التقرير، لكن خلينا نقول انه في يعني تصريح حصري لينا الحاج محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقصه نفى تماما انه في اي نيه للتغيير في نادي مصر المقصه، وقال بانه مشروع ميدو مستمر حتى لو النتائج سلبيه الى اخر الموسم، وبعد ما الموسم ينتهي نبتدي نقعد ونتكلم ونشوف القصه. وده نفس تصريح ماجد سامي مالك نادي وادي دجله اللي قال في اكتر من مناسبه واكتر من تصريح بانه تكيس مستمر ومشروع تكيس مستمر الى ما لا نهايه، وانه مهما طالت المده هيكون هو المدير الفني. لكن التقارير بتقول بانه النتائج السلبيه ممكن تهدد اي مدير فني، ومن ضمن الاسامي اللي تم يعني طرحها في مواضيع كتيره عن نيه ادارات انها تغير كان الاسمين دول اكتر اسمين اتطرحوا، تكيس مع دجله وميدو مع المقصه، لكن الاثنين رؤساء انديه نفوا تماما اي نيه لاي تغيير. الحاج محمد عبد السلام قال انه مصر مقسم الانديه او بنحاول نوفر دايما مناخ ينجح المدرب،
وبالتالي احنا مش من الادارات اللي بتستهلك مدربين كتير. ميدو مشروعه مستمر وما عندناش اي مشكله في تذبذب النتائج. احنا معانا فريق كويس، مستنيين منهم اكتر، لكن المشروع مستمر لحد اخر الموسم. خلينا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل في الدوري المصري الممتاز اللي كل محطاته اصبحت صعبه، ما بقاش فيه محطه سهله او ماتش مضمون او ثلاث نقط في جيبك. كل الماتشات صعبه لان الفروقات ما بقتش كبيره ما بين الفرق. المواهب يمكن تكون قلت بشكل كبير في الدوري المصري ممتاز، وبالتالي ما بقاش فيه ماتش مضمون. بيبقى فيه طبعا ماتش مايل اكتر لفرقه باعتبار السكواد الخاص بيها، لكن في الاخر اغلب الفرق بتبقى داخله الماتشات وهي مش عارفه هتكسب ولا هتتعادل ولا حتى ممكن تخسر. بعد الفاصل هنستقبل واحد من المدربين الكبار في الدوري المصري اللي اتشهر من خلال بوابه الداخليه واصبح ليه شكل وليه اسلوب معروف بيه. يمكن عمل كوميكس او اتشهر جدا كوميكس خاص بيه والدنيا اتقلبت عليه على السوشيال ميديا لانه تحول لانواع تانية من الكوميكس، حاجات بقى ليها علاقه بحياه الناس في مصر والموظفين وما الى ذلك. فالموضوع يعني وصل بشده وانتشر بشده. واحد من المدربين الكبار اللي كان سبق ودرب اكتر من نادي تاني لكنه دايما بيجد كيمياء مع الداخليه، دايما بيجد النجاحات بتاعته مع الداخليه الى ان استمر حاليا او تواجد حاليا مع فرقه تانيه من الفرق الكبيره في مصر، لكنه بيعاني في السنه الاخيره واصبح مديره الفني طبعا نادي بتروجيت. الحديث عن نادي بتروجيت حاليا كابتن علاء عبد العال، واحد من يعني المدربين الكبار في سوق المدربين المصريين، ضيفنا النهارده في سوبر تايم. هنتكلم معاه في حاجات كثيره جدا بعد الفاصل، خليكم معانا. مرحب بحضراتكم من جديد، مستمرين ومكملين كلامنا سوبر تايم. ضيفنا النهارده كابتن علاء عبد العال. برحب بيك كابتن علاء. اهلا بيك كريم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كابتن علاء، يعني الناس كلها عارفه كابتن علاء عبد العال المدرب، لكن تعالى نفكر الناس كده بعلاء عبد العال اللاعب. ابتديت امتى وعملت ايه وفي الكوره كنت ماشي ازاي؟ اول مرحله ليك، اول محطه ليك في حياتك كان وانت عندك كام سنه؟ لا، كان عندي 11 سنه في النادي الاهلي. حلو. مدرسه الكوره في النادي الاهلي. ماشي. دي كانت بداياتي، يعني انت عارف انا بداياتي كرة الشراب بقى وبتاع في الشارع زي حال كل اللعيبه والنجوم مصر. ماشي. ولقيت ان انا كويس، فجينا كده مره احنا وكل منطقه في زمان تبقى عامله فريق كده. فقلنا في الاختبارات بدات، فتعالى يلا نروح لاختبارات النادي الاهلي. ماشي. كنت انا ومعايا اربعه من زمايلي. حلو. كنت انا اصغر واحد فيهم. ماشي. رحنا عملنا الاختبارات، الوحيد اللي اتقبل انا، وبدانا بقى الاختبارات. كان عندك 11 سنه وقتها؟ كان عندي 11 سنه. حلو. وبدات بقى في مدرسه الكوره في النادي الاهلي وتدرجت على مستوى الناشئين. ماشي. تمام. دربت طبعا تحت مدربين كبار يعني زي كابتن زيزو وكابتن عادل عزيز وكابتن عادل طعيمه وكابتن انور سلامه وكابتن شو عبد الشافي. كل دول عدوا دربت عليك. تحت ايديهم. وبعد كده جت بقى الظروف بعد الثانويه العامه. دخلت كليه شرطه. ماشي. الشرطه صعب انك تجمع بينها وما بين، فدي بتبقى صعبه شويه ان انت تجمع بينهم وبين اللعب. حاولت بس ما قدرتش. لا، وحاولت، وبعدين طبعا انتهت المرحله السنيه بتاعت الناشئين في النادي الاهلي، وانت عارف وقتها كان مفيش موسم الانتقالات والكلام ده. الفريق الاول لغايه اما اللعيب الكبير يعتزل ويبدا ياخد حد من الناشئين ياخد دوره. صح صح. فكانت الصدفه هي اللي بتخدم يعني. بس فبعدها انتقلت لطنطا وانا طالب في الكليه. انتقلت الكلام ده سنه 85. كان اسهل يعني انك تبقى متواجد في طنطا عن انك تبقى متواجد في الاهلي؟ لا، ما خلاص النادي الاهلي انا المرحله السنيه انتهيت. طبعا ما كنتش في تدريبات منتظمه. لان كليه شرطه والدراسه فيها مختلفه، بشكل صعب ان انا اخرج يعني. كل يوم يعني ليا يومين مثلا في الاسبوع اطلع اتمرن فيهم ويا دوبك ساعتين وترجع تاني. فكانت الامور صعبه جدا ان انتظم في النادي الاهلي. في النادي الاهلي من الانديه اللي هي بتحب اللعيب بتاعها يبقى منتظم، متفرغ جدا ومنتظم جدا. طبعا. فانتهت المرحله السنيه بتاعتي في النادي الاهلي، حاولت فخلصتها. خرجت بقى يعني كان عندك كام سنه لما خرجت من الاهلي؟ كان عندي 20 سنه. 20 يعني خلاص. خلصت المرحله السنيه النهائي قبل الفريق الاول على طول. بالظبط كده. على طنطا قبل الفريق الاول انتقلت لنادي طنطا، ووقتها كان بمبلغ 5000 جنيه. ده يعني
كان كبير، كان رقم محترم وقتها سنة 85 اعتقد. وكان معايا برضو 4 زملاء من النادي الاهلي. حلو. ولعبت موسم في طنطا، كان درجة تانية. بس كان وقتها بقى الدرجة التانية زي الدوري الممتاز يعني. ماشي. مفيش مش متقسمة مجموعات بحري والقاهرة لا، كله بيلعب بعضه. ماشي. يعني بتلعب في الصعيد وبتلعب في بحري وبتلعب في كل حتة. لعبت موسم، كابتن كمال عثمان الله يمسيه بالخير شافني كان ماسك السكة الحديد، طلب ان انا انتقل للسكة الحديد. كان برضو ممتاز بيه، برضو نفس الموضوع. الدفع فيها مبلغ في لطنطا، وانتقلت للسكة الحديد مع جيل ايمن منصور وجمال السيد وبليا المجموعة الجميلة دي. في الوقت ده بقى برضو كنت ما زلت طالب في الكلية، وبعدين اتخرجت بقى. ماشي. عشان تتخرج وتشتغل كضابط شرطة وفي نفس الوقت تمارس لعبة كرة القدم صعب، كان هيبقى صعب جدا طبعا. فاستقلت بقى من الشرطة؟ لا ما استقلتش، لا ده استقلت من الكورة. استقلت من اللعب. ماشي. انما وقتها لحسن الحظ ان انا اتخرجت وتعينت ضابط في كلية شرطة. حلو. فكان في فريق كلية شرطة بيلعب دوري الجامعات المصرية. حلو. والدوري الخاص اللي هو الدرع العسكري يعني. وقتها ما زلت كنت بلعب برضو بمارس اللعب، لقيت الامور بقت صعبة، قلت لا خلاص. فكنت مع اللواء عثمان دسوقي، حاليا كان وقتها المقدم عثمان. أيوة. دسوقي كان هو اللي ماسك فريق الكلية، وانا اعتبر ايه بقى بعد ما اتخرجت بقيت المساعد بتاعه. ماشي. هو الانشغاله العمل الشرطي بقيت انا المسؤول. فمن هنا جيت فكرة التدريب ليا، ان انا وجدت الموهبة التدريبية موجودة. ده من حضرتك صغير جدا يعني. كان عندي مثلا حوالي 23 سنة. في سن صغير جدا بالنسبة لحد يبتدي يدرب يعني. فاخدت قرار ان انا خلاص مش هلعب يعني، هبطل هتفرغ للشغل وللتدريب. وبدات بقى ان انا شغلي كضابط، وبدات اخد دراسات تدريبيه اللي هي اولها الاكاديميه الاولمبيه. حلو. ده تاريخ علاء عبد العال. ومن هنا بقى ابتديت علاء عبد العال المدرب. بالظبط كده. بدات سن مبكر جدا يعني. علاء عبد العال المدرب اللي هو خد الدراسات الاكاديميه الاولمبيه. حلو. لمده شهر ونص، كان معايا الكابتن جمال عبد الحميد طبعا كابتن مصر وقتها بناخدها. وبدات بمراحل الناشئين. بدات في السكه الحديد مساعد مدرب ناشئين. وبعد كده مشيت من السكه فاتجهت لاتحاد الشرطه، مسكت اول فريق 11 سنه. حلو. تمام. الكلام ده كان سنه 98 99. ماشي. تدرجت بالفريق ده اللي هو كان مواليد 86 وقتها. تدرجت بالفريق ده وبدات اخش ببطولات منطقه القاهره بحكم اتحاد الشرطه في منطقه القاهره، وبدات احصل على بطولات من فرق طلائع الجيش والنصر القاهري والشمس والكلام ده كله. ماشي. لغايه ما وصلت بيهم لغايه 17 سنه. ماشي. ولعبت بطوله فيها النادي الاهلي والزمالك، كان النادي الاهلي بيضم حسام عاشور واحمد سمير فرج ومجموعه كويسه، واحمد عادل عبد المنعم والزمالك شيكابالا واحمد غانم سلطان اللي هو الجيل بتاع 86 ده. أيوة. وحصلت بالبطوله دي عليهم يعني، خدت انا يعني فزت بالبطوله دي من الاهلي والزمالك. من الاهلي والزمالك. حلو. تمام. فمن هنا المسؤولين في اتحاد الشرطه، كان اتحاد الشرطه وقتها في القسم الثالث وبينافس الصعود للممتاز بيه. فالله يمسيه بالخير اللواء محمد صبيح فوده، وده راجل ليه فضل كبير جدا عليا، رشحني ان انا امسك الفريق الاول. كان وقتها ماسك الكابتن عادل عبد الواحد. ايوه. وقال علاء يمسك الفريق الاول ويبدا بيه الموسم. ماشي. وبالفعل خلاص ان انا هبدا بقى مع اتحاد الشرطه القسم الثالث. فجي الكابتن عادل يعني لظروف ما رجع تاني ان هو يمسك، كان ساعتها يعني في الشرطه برضه. وطلبوا مني خلاص ان انا استمر كمساعد لي. استمريت فتره كده، وبعد كده قدمت اعتذار وقلت يعني لظروف بتاع مش هقدر اكمل مع الكابتن عادل يعني. وقعدت شويه للشغل بس يعني كضابط في الكليه. واربع خمس اسابيع كده لقيت التليفون من اللي هو محمد صبيح. لا
تعالى امسك فريق اتحاد الشرطه وتم قبول استقاله الكابتن عادل وكان اتحاد الشرطه وقتها بيصارع الهبوط للقسم الرابع ماشي. وكان فات حوالي 11 مباراه وفضل 13 مباراه فالموضوع حياه او موت ماشي. فالفريق مش عايزينه ينزل القسم الرابع رحت بقى مسكت الحمد لله ربنا كرمني لعبت 13 مباراه من الحاجات دي من الحاجات اللي ما تتنسيش لانها دي بداياتها طبعاً كريم طبعا طبعا وحاجات مؤثره في جداً. في حياتي التدريبيه وبتشكل حقيقه كمدرب يعني بتشكل شخصيه المدرب فلما تروح تمسك اتحاد الشرطه وهو هيهبط للقسم الرابع وفضل 13 مباراه وتوصل بيهم ان انت تكسب 10 مباريات وتعادل 3 واوصل بيهم في نفس الموسم اللي هم كانوا يهبطوا بيه للمركز الثاني بعد الاعلاميين وانا والنصر القاهري اللي هو نادي النصر متساويين ولعبنا مباراه فاصله وكسبناهم 2-0 وصعد اتحاد الشرطه لاول مره في تاريخه للممتاز بيه الممتاز بيه في اول سنه ماسك فيها فريق اول النادي اتحاد الشرطه ماشي واستمريت مع فريق اتحاد الشرطه في الممتاز بيه واول سنه تواجدنا وكان مهم جدا ثاني سنه نافسنا مع الاتصالات وصعد الاتصالات ثالث سنه صعدت باتحاد الشرطه للدوري الممتاز كان معاك بقى فرقه جامده وقتها كان بدا يبقى فيه اهتمام من الوزاره طبعا والاهتمام ده جه نتيجه ايه برضو يعني من الحاجات الظريفه كنا لعب الزمالك في بطوله كاس مصر في دول 32 وصلنا ل 32 ولعب الزمالك ماشي فصدفه ان احنا لعب الزمالك فضل الماتش اتاجل لغايه اما اتلعب يوم 24 يناير ماشي 24 يناير ده انت عارف عيد الشرطه يوم 25 25 بالظبط فلعبنا الزمالك 24 يناير كان وقتها الزمالك ماسكه ميتشو ميشيل هنري ميشيل هنري ميشيل هنري ميشيل وعملنا مباراه كبيره جدا قدام الزمالك وكسبونا 1-0 ماشي جون غالبا مصطفى جعفر مش فاكر بقى جون مصطفى اعتقد لعيبه زحلق من عندنا واتحطت عملنا ماتش كبير قوي ماشي فغالبا صدفه ان ثاني يوم عيد الشرطه فكان اللي هو حبيب العدلي الوزير فغالبا قابلوه الوزراء قالوا لا ده كان عندك فرقه كويسه والكلام ده فبدا يهتم بالفريق وبدا يعمل بقى منظومه وبالذات انه اللقاء اللي خلى الناس تتكلم ده لقاء قدام الزمالك يعني بالزبط. مصر كلها اتفرجت كله اتفرج زي ما بتلعب الاهلي هو ماتشات الاهلي والزمالك اللي هي مصر كلها بتتفرج عليها يعني بالظبط فبدا يبقى فيه اهتمام شويه وبدا الدعم المادي شويه يكتر شويه وجينا في الموسم ده 2007 2008 كان الصعود الاول لاتحاد الشرطه الدوري الممتاز وقتها بقى التدعيمات دي يعني اتمثلت في مجموعه من اللعيبه كويسه غير مشهوره يعني الغير مشهوره برضو يعني كان مين بقى فكرنا كده كابتن علاء كان قوامك مين الاساسي لا انا افتكر ساعتها برضو ضميت عناصر ذات خبره يعني الشربين عنتر لو تفتكروا طبعا عبد الناصر محمد طبعا مدرب في مصر دلوقتي كان الكروم قبلها كان في محمد محمود لعيب صغير كده كان بيلعب في اعتقد في نادي في بحري او كده لعيب كويس مع محمد رشدي من السكه مع مجموعه لاعبين مختلفة مصطفى نصر مصطفى احمد الاداري دلوقتي بتاع الداخلية قدرنا وحسن عواد كان برضو وقتها يعني عملت خليط ما بين لعيبة من الدرجة الثانية ولعيبة ذات خبرات من الممتاز الف وعملنا موسم كويس جدا وصعدنا بشكل كويس لاتحاد الشرطة وكان اول صعود البدايه بقى ظهور فريق اتحاد الشرطه بالظبط بس قبل بقى ضم اللعيبه الثانيه اللي هي احمد دويدار والفيومي ده قبلها ده كان لسه طبعا لا كان لسه يعني دي بقى المرحله الثانيه اللي هو بعد صعود اتحاد الشرطه كان في الشقيق الاصغر للشرطه الداخليه ده موجود في نفس المجموعه وكان في السنه اللي اتحاد الشرطه بيصعد بيه كان الداخليه بيصارع الهبوط فجينا لما صعدنا كان في راي اخر ان علاء عبد العال ما يكملش مع اتحاد الشرطه ويروح للداخليه كان في رحمه الله عليه الكابتن ابراهيم يوسف كان بيدافع عني بقوه طبعا واللي هو حمد السميده يعني كل التقدير والتحيات ليه كان الراجل ده ليه فضل كبير عليا كان وقتها مدير اتحاد الشرطه الرياضي ودافعوا بقوه ان علاء عبد العال يكمل في اتحاد الشرطه مدير فني للدوري الممتاز انما كان في راي اخر لا لسه بدري وبتاع الكلام ده وكانت
بدايه الكابتن طلعت يوسف مع اتحاد الشرطه، وتولى بقى كابتن طلعت مع الصفقات اللي احنا بنتكلم عليها، مع الصفقات اللي احنا بنتكلم عليها. كنت ممكن فيها صفقات كنت انا متكلم عليها، يعني على سبيل المثال مثلا خالد قمر. والله يعني خالد قمر انا كان جه وقعد معايا مع الوكيل بتاعه. كنت انا كان لسه فين وقتها بقى يا كابتن عادل؟ نعم. كان فين؟ كان في طنطا. كان في طنطا، كان في طنطا وجاي، لان انا لعبت طنطا في الموسم ده. حلو. فشفت لعيب زي ده قلت لهم اللعيب ده كويس، وجه قعد معانا فعلا وجي مع الوكيل بتاعه افتكر سيد سالم او حاجه زي كده. بس طبعا بعد ما مشيت انا وجابوا الكابتن طلعت فالمفاوضات استمرت يعني. فهم جابوا بقى ساعتها دويدار ومعروف واحمد وخالد قمر. دويدار كان من ناشئين الشرطه. يعني احمد دويدار كان من ناشئين الشرطه، وكنت انا صعدته معايا فتره في فتره الصعود دي وما كملش، انما دويدار من الناشئين وتصعد مع جابوا بقى الفيومي، جابوا كتير، جابوا بقى الفيومي وجابوا كل اللي هم اللعيبه محمد يحيى وكان دعم كبير جدا طبعا، كانت فرحه كبيره جدا في الوزاره ككل، وكان فرقه محترمه، وكان فرقه محترمه كان فيها يعني. يمكن البدايه ما كانتش موفقه في اول، انما بعد الانسجام والكلام ده كله بدات النتائج تتحسن، ويمكن الكابتن طلعت استمر حوالي موسمين او ثلاثه. طب وانت بقى يا كابتن علاء رحلت من الشرطه على الداخليه على طول؟ هو جي يعني مساعد اول وزير وقتها اللي هو جهاد يوسف جابني طلبني في مكتبه وقال لي بارك لي، طبعا الراجل ده يعني انا بحترمه جدا، وقال لي تكليف من حبيب بن عدلي ليك زي ما صعدت الشرطه صعد الداخليه. ماشي. مسؤوليه طبعا يعني صعب يعني. فرقه بتسرع الهبوط الداخليه في الموسم اللي صعد فيه الشرطه. فقلت طب ماشي طبعا تكليف، وانا كنت ظابط وقتها في الداخليه ووافقت طبعا. رغم ان انا زعلت شويه، انما قلت خلاص هو اراده ربنا كده يعني ان علاء يكمل في الداخليه. حلو. رحت الداخليه بقى على فريق بيصارع في الهبوط، لكن مطلوب منك انك تصعد ممتاز. عملت ايه بقى؟ عملت ايه؟ مشيت 29 لعيب. اوف، ده الفرقه كلها 29 لعيب. يعني ايه انت بقيت واحد بس؟ واحد بس. عاطف، اسمه عاطف، كان كابتن الفريق، مش فاكر اسمه عاطف ايه كده. هو واحد بس اللي فضل. واحد اللي فضل. 29 لاعب مشوا. لا يصلحوا؟ من وجهه نظري كانوا لا يصلحوا، لان فرقه او لعيبه تعودت على الهزيمه. في الموسم ده، وان هم بيسرعوا الهبوط، وانا جاي عشان اصعدهم. وكان فيهم اسماء كبيره يعني. والله؟ يعني اسماء لعبت يعني، كان مع احترامنا طبعا كبير ليهم. عادل امام، حماده شنح، مجموعه كان فيها. بس عادل امام اللي هو عادل امام كان في الاولمبي والاهلي والاتحاد والكلام ده. لعيب كويس عادل، مع احترام الكبير ليهم يعني. انما وحماده شنح طبعا ام بي، كان ام بي. انما انا شفت كده، وكان في امور اخرى. ماشي. فحبيت ان انا اطهر تماما يعني. رحت ممشي كل الناس وخليت عاطف ده بس. انما كان عندي ستوك كويس. حلو. ايه هو الستوك؟ اللعيبه اللي صعدتني اتحاد الشرطه، اللي هم استغنوا عنهم، اللي هم استغنوا عنهم بعد ما جابوا بقى الصفقات الكبيره. مش عايزين. ماشي. فبدات اساوم اللعيبه دي، الغالبيه جم معايا، ودي برده كانت عامل مساعد ليا طبعا، لاني فاهمين شغلي والكلام ده كله، مع بعض التدعيمات. وقد كان الداخليه اول موسم لي بننافس على الصعود مع الانتاج الحربي. ماشي. اول موسم بعد ما كانوا بيهبطوا. الداخليه صعد في الدقيقه 93، خلاص المباراه انتهت، كان اعتقد مع غزل السويس في السويس، والانتاج الحربي بيلعب جاسكو في القاهره ومغلوب 2-1. بكده الداخليه تصعد في ثانيه، في 20 ثانيه. ماشي. الانتاج يتعادل مع جاسكو 2-2، ويصعد بفارق نقطة نقطة عننا. ماشي. وما نصعدش احنا الداخلية. ماشي. الموسم الثاني نافسنا بقوة مع الدجلة. ودجلة صعد بفارق 4 نقاط، كنا احنا الثاني برضو. الموسم الثالث كان صعود للداخلية 2010 2011. يعني انت دايما في ثالث مواسمك بتنجح في الصعود مع الشرطه ومع الداخليه، بس في منافسات وكنت المفروض اصعد من الموسم الاول او الموسم الثاني، بس كان في حاجات اخرى يعني مش هنتطرق ليها. بيحصل الحاجات الاخرى دي؟ تعاطف يعني، انا مش هقول اكتر منها، بيبقى تعاطف يعني. والله اكيد يعني تعاطف المنافس يعني، ممكن تعاطف بعض الشيء حاجات ثانيه. لو احنا اصحاب وحبايب وبتاع فسيبوا لنا الحكايه والدنيا. ممكن بيحصل كده. والله الثالث صعدنا بفارق 17 نقطه قبل نهاية الدوري بخمس 17 نقطة أسابيع، قبل نهاية الدوري بخمس أسابيع كانت الداخلية صاعد. ماشي. في الوقت
اللي كان احداث 25 يناير وانهيار مؤقت لوزاره الداخليه. ماشي. يعني كان ساعتها كانت الامور الظروف كلها مش مهيئه خالص. وفريق الداخليه بيصارع لوحده ماشي للصعود للدوري الممتاز وسط نادي الترسانه وانديه عريقه وصعدنا وصعد. بالداخليه. حلو. كان موسم 2010 2011. ماشي. واستمريت بقى مع الداخليه؟ استمريت. ومن الحاجات الطريفه ان كان اتحاد الشرطه موجود في الدوري الممتاز وكان في اتجاه طبعا الدنيا كانت برضه هايجه والكلام ده كله طبعا واتجاه ان 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 يكتفوا باتحاد الشرطه فقط والداخليه كان في كلام وقتها على دمج الفرقتين دمج الفرقتين او يكتفوا بفرقه واحده وقد كان يعني كان في اتجاه ماشي. من ورانا احنا كمسؤولين في الداخليه ازاي بقى كان هيحصل ايه؟ يعني ان في اتجاه ان يبقى اتحاد الشرطه فقط والداخليه ما خلاص ما يعني كانها يعني احنا تيجي قرار من فوق من الوزاره ان اكن الداخليه ما صعدتش ونخلي اتحاد الشرطه فقط والتاني هو اللي يصعد مكانك مثلا يعني اعتذار وانت كانك مش موجود وفطنا للنقطه دي بالامانه كان اللي هو عثمان دسوقي كان ليه دور كبير جدا وتوجهت انا وسيادته اللي هو منصور العسوي وزير الداخليه وقتها وعرضنا وجهه النظر وتقبلها سياده الوزير وقتها وادى تعليمات ان الداخليه هتستمر مع اتحاد الشرطه. انت كان ليك تجربه يا كابتن علاء في انبي. ما كانتش وحشه. ما كانتش وحشه. لا ما انا بس تجربه الداخليه احلى. فيها دايما حتى لما رجعت لهم مره ثانيه. لا هو الداخليه لاني انا مهم جدا للمدير الفني يجد المناخ المناسب ليه اللي يشتغل فيه. طبعا. حتى لو الامكانيات قليله. بس بتجد راحة نفسية وعدم تدخل وإخلاص في العمل فده اللي كنت بجده في الداخلية وحاسس ان الداخلية ده بيتي طبعا. يعني انا علاء عبد العال 13 سنة من عمره تدريبي مع نادي الداخلية بيتك يعني. او 12 سنة طبعا. يعني 3 سنين دوري ممتاز به وحوالي 8 سنين او 9 سنين 9 مواسم في الدوري الممتاز يعني نص عمر التدريبي صح. موجود في نادي الداخلية وراضي تماما على اللي انا قدمته للنادي الداخليه وراضي تماما على اللي قدمته للكره المصريه من لاعبين نجوم اصبحوا نجوم منهم حسام حسن اللي كان في تقرير عليه قبل البرنامج بتاعنا حسام حسن ده كان ماشي مطرود من طرائق الجيش كان ناشئ ومشي حسام حسن مهاجم حسام حسن سموح مهاجم سموحه الان جه وخدته واشتغلت معاه بقى حسام حسن اللي سموحه خده صح اللي الاهلي والزمالك دايما بيرتبط اسمه بيهم يعني عمرو مرتب طبعا الهدافين الكبار حسام باولو طبعا انت عايز نعد اللعيبه يعني ولا مع بعض بقى كده نفتكرهم مع بعض اهو كتير حسام باولو طبعا رجب بكار رجب فريد شوقي طبعا عبد العزيز موسى عاصم صلاح احمد سمير الصغير لما كولين طبعا سيري بيلا محترف في الدوري الفرنسي دلوقتي في نادي كبير والله اللي هو ده كان معاك سيري البيالا والداخليه بعته وبعد ما انا فتره رحت فيها انبي خدوا فيه حوالي 120 او 130 الف دولار بس رقم قليل بالنسبه للسوق دلوقتي طبعا ماشي وطبعا في اسلام جابر برضو في اسلام جابر طبعا ظهور البدايه ظهوره معايا في طبعا احمد تمساح لعيب من اللعيبه المهمه جدا احمد تمساح ولما كولين برضو من اللعيبه اللي اتشهرت في مصر اسلام عبد النعيم واسلام عبد النعيم اخو سيد طبعا عبد النعيم رجب بكار زي ما قلت لك احمد ايمن منصور بدايته كانت معايا صح يعني احمد مشي من الزمالك ناشئين الزمالك راح اختبارات في طلائع الجيش ما وفقش كلمني احد الاشخاص خدت ايمن وكانت بدايته معايا ولعب بشكل كويس وكنت اتمنى انه يستمر بس كان حد ليه راي يعني ليه راي اخر انه لا ما ينفعش وتلقى النادي المصري مع حسام حسن وبقى احمد ايمن منصور صح. اسلام صلاح كابتن النادي المصري كان بدايته معايا يعني هو كان ناشئ في المصري اخذته قعد معايا موسمين بدا يظهر اسلام صلاح رجع للنادي المصري حلو. عناصر كتير جدا احنا هو عاديين يجي 12 اتمنى 13 ان انا لا ده اكتر من 17 18 اتمنى أكتر من كده كمان اتذكر يعني ممكن اعدادي يفكرونا لو فكرونا برضو يا شباب لما يعني مين تاني من اللعيبه اللي ظهرت من خلال بوابه الداخليه اتشيمبونج طبعا اتشيمبونج طبعا الزمالك طبعا صح بالظبط
وفي اللي هو المساك اللي راح الاسماعيلي السنه دي في ابراهيم ابو يزيد بالظبط كده وفي صالح موسى كمان اللي راح لاعب الزمالك ودخل واسماعيلي لا في كتير لو قعدنا نفتكر هنلاقيهم كتير دول ظهروا في اربع خمس مواسم في الداخليه وسعيد وسنبوريه طبعا وسعيد وسنبوريه حسين رجب وحسين رجب بالظبط كل دول في النادي المصري انا لما كنت بلاعب السنه اللي فاتت كل فرق الدوري على الاقل كل فرقه بلاعبها الاقي اثنين ثلاثه من عندي كانوا موجودين في الداخليه من ولادي والحقيقه العلاقه ما زالت تربطني بيهم علاقه جيده جدا طبعا ومرتبطين يبقى ناكر يعني اللي ينسى حاجه زي دي ان ينسى انه في مدرب اكتشفه او حتى ازال عنه بعض الاتربه يعني اللي خلاه نجم يعني الحمد لله ودي علاقه طيبه فلا يعني عملنا موسم او مواسم كويسه مع الداخليه دخلت يعني كنت سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان الداخليه يدخل لها مبلغ كويس يعني على مدار من خلال بيع اللعيبه كل اللعيبه اللي احنا بنتكلم عنهم دول اتباعوا ناصر منسي ما تنساش ناصر منسي طبعا يعني من اللعيبه المهمه تخيل جايبه من الشمس درجه ثالثه ثاني سنه يتباع بيراميدز بمبلغ وقدره يعني صح فده شيء كويس بتتابع انت اللعيبه دي يا كابتن علاء بعينيك ولا حد ابن حلال كده بيجي يقول لك والله في لعيب كويس في الحته الفلانيه تعالى شوفه يعني قصدي انت بتشوف الناس دي لاول مره واحده كده في لعيبه يا جماعه في الحته الفلانيه دي انا عايز اتابعه ولا من خلال الوكلاء لا هو بص يعني مش هشتغل لوحدي طبعا. اكيد طبعا في وكلاء وفي سماسره وفي حد بيقول لي يعني حسام باولو لما جه هو لا وكيل ولا اي حد قال لي ده كان لاعب عندي زمان في اتحاد الشرطه اسمه محمد السويفي كلمنا كابتن ده في لعيب اسمه حسام باولو بيلعب في الشمس وعايز يقعد معاك ونفسه يبقى يلعب دوري ممتاز ماشي قلت له طب هاته يا محمد هو محمد ولا وكيل ده صديق ل حسام باولو ماشي قعدنا في احد الكافيهات وجه حسام كام سنه قال لي عندي 31 سنه او 30 سنه على ما اتذكر يعني طب ايه انا عايز اجي وخلصنا من نادي الشمس بمبلغ كان هو حتى طلع حكى قصته عشان ما تكررش تاني هو اصلا ابتدى يلعب كوره متاخر وكان اصلا لعيب فولي وحاجات كده بالظبط كده قصه كبيره ما خفتش انت يا كابتن علاء من لعيب كبير يعني برضه ما تضمنش اذا كان عنده مواصفات الممتاز ولا لا ما انا شفته كريم اتفرجت عليه ما انا لازم ماشي بقى بس قصدي لعيب كبير ما عندوش خبرات خالص ممتاز يعني مش خايف من انت لما تيجي تحسب اللعيب الكبير ده هو استهلك ولا ما استهلكش حسام باول بدا متاخر فبالتالي ما استهلكش يعني ما استهلكش في لعب الكوره ماشي عكس لما تجيب لعيب 30 او 31 سنه وبادئ مثلا عنده 15 16 سنه ماشي لما بتتكلم مثلا في حسام باولو بدايته مثلا 24 25 سنه ماشي ولعب على استحياء في انديه صغيره فلم يستهلك وبعدين ماشي. لقيت يعني ما شاء الله صحه طويل يعني حسام يعني تمام فلما نزل الملعب لا قلت لعيب كويس لعيب هداف بالفطره ماشي فكان هنا حسام باولو يبقى مع فريق الداخليه صح ومن الطريف ان اتاخر قيده يعني هو معايا من بدايه الصيف فالخطا اداري اتاخر قيده لشهر يناير ماشي يعني ما تعيدش في الصيف فاتاخر قيده لشهر يناير فالفتره دي شفته كويس قوي فيها كمان ماشي اتفرجت عليه عن قرب بقى خلاص طبعًا. بقى موجود معانا وبيتمرن وكان فيه المهاجم الفريق ساعتها كان سان يوسف من بوركينا فاسو وكان هو هداف الفريق فبدا حسام يلعب على استحياء بعد قيده 10 دقائق في نص ساعه لغايه ما بدا الموسم الجديد قلت لهم نستغنى عن سان يوسف ازاي ده هو هداف الفريق قلت لهم في مهاجم اسمه حسام باولو هو ده اللي هنعتمد عليه السنه دي ماشي بالامانه والله انا بتكلم بجد والمدربين معايا يشهدوا على هذا الكلام يعني حسام باولو هنعتمد عليه السنه دي وقد كان اعتمدنا عليه طلع حسام باولو هداف الدوري الممتاز طبعا مرتين ورا بعض 18 هدف وبعدين راح سموحه السنه اللي بعديها برضه 20 هدف وده برضو انا برد على حاجه اللي البعض بيتهم ان علاء عبد العال بيلعب بطريقه دفاعيه طب انا ازاي بلعب بطريقه دفاعيه وانا بيطلع من عندي هداف الدوري وانا بيطلع يعني انت لو جيت شفت اهداف الداخليه السنه اللي فاتت رغم هبوط الداخليه هتلاقي حط اهداف اكتر من فرق كبيره قعدت في الدوري الممتاز ماشي انما ليه تاخد عنك الانطباع ده يا كابتن علاء يمكن عشان قدام الفرق الكبيره بقفل طبعا هي دي بتبقى المباريات اللي متشافة بس ده طبيعي الزمالك. فرق امكانيات بس ده طبيعي يعني. وانا لازم اشتغل على قد امكانيات اللعيبه اللي معايا صح انا مش هبني الفئه عنتر وافتح وافتح الجيم انا هلعب قدام الاهلي والزمالك كل مباراه ليها طريقتها وظروفها اللي بتشتغل عليها صح وبعدين مش عيب ان انت بتدافع ما انت طالما طريقه
بتكسبك. هو الدفاع مش لازم ان انا ابقى راصصهم في ال 18، ممكن تدافع دفاع منطقه، ممكن بنص الملعب، ممكن تعمل ضغط من قدام شويه، انما لا دي طريقه لعب وبتنفذ في العالم كله. ايطاليا كاس عالم 82 خدت كاس العالم وهي بتلعب بطريقه دفاعيه جدا، زون ديفنس، بتلعب على المرتدات عن طريق باولو روسي، فمش عيب. وانما مع ذلك بقول لك ان انا رغم ذلك لا، هداف الدوري بيطلع من عندي، بنحرز اهداف بشكل كويس، بنوصل لمرمى خصم كتير، بس بتختلف بقى قدرات اللاعبين. طب ايه اللي نزل الداخليه؟ ده سؤال مهم. يعني فرقه تعتبر من الفرق البايخه، يعني محطه بايخه في الدوري سواء على ملعبها او بره، فرقه من الفرق اللي هي دايما بتعقرب لك الامور، مش دايما لكن اغلب الوقت بتبقى خصم صعب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي اختلف السنه اللي فاتت عن السنين اللي قبل كده؟ اللي حصل ان الكيمياء ما فضلتش موجوده زي ما هي ما بينك وما بين اللي موجودين. بالظبط كده. انا اتكلم بصراحه يعني ان بدا يبقى في مش تدخل دلوقتي. انا راجل تقدمت باستقالتي من وزاره الداخليه وانا على وش عميد او سويت معاشي زي ما بيقولوا عشان ابقى مدرب متفرغ. يعني حضرتك دلوقتي استقلت خلاص؟ خلاص انا متفرغ، مدرب متفرغ تماما. خلاص يعني وبشكر طبعا يعني وزاره الداخليه دي بيتي وقضيت ايمن وكابتن اسوان كابتن مجدي ومجدي عبد العاطي واحسن الصنع يعني. انا شايف ان طنطا ماشيه بخطه كويسه، اسوان ماشيه بخطه لكن كويسة. لكن مصر كانوا يعني كان في تذبذب شويه. فالحلقه دهت، انما انتظرت يعني قلت هصبر. وجالي عروض من الممتاز بكتير يعني، ناديين من البحري، ناديين كبار، اسماء كبار، وناديين من القاهره. يعني منتخب السويس بعد استقاله ميمي عبد الرازق كلموني، ترسانه كلموني، المهندس طارق سعيد رئيس النادي كلمني. يعني ما اعتذرت لان كنت واخد المبدا، انما لما بتروجيت تكلمك وسبحان الله بقى يعني الفتره اللي بيكلمك فيها بتروجيت، انا كنت منتظر احد انديه الدوري الممتاز صاحب الامكانيات العاليه جدا ان كان اسمه رشح بقوه ليها، بس لشيء ما حصلش. ان انا مسكت في نفس اليوم اللي بيكلمك فيه تليفون كابتن مصطفى هنداوي مدير الكوره، ولقيته بيكلمني وبيقول لي اداره بتروجيت عايز تقعد معاك بكره. ونفس اليوم بيكلمني احد الوكلاء بيقول لي نادي مغربي اللي كان رايحه طارق يحيى قال لي عايزينك. نفس التوقيت نادي سعودي بس درجه ثانيه، العروبه السعودي، عايزين علاء عبد العال. ناديين من بره ونادي بتروجيت. فضلت بتروجيت. ليه بقى؟ بتروجيت اسم كبير، مش عايز كلام يعني. انا بقول ان بتروجيت لما رحته ده نادي دوري ممتاز بقى 14 سنه واسم كبير ومؤسسه كبيره وهبطهم كان كبوه. ولما رحت قعدت مع مجلس اداره برئاسه المهندس ابراهيم رمضان وبعض المجلس المحترمين، مهندس اسلام مكي والمهندسه نهال واللي هو جمال يعني عشان ما انساش، والكابتن ياسر، وفيهم طبعا رئيس مجلس اداره الشركه المهندس وليد لطفي. لقيت ناس محترمين جدا وناس مخلصين جدا للمكان وعايزين، عارف اللي عايزين بتروجيت يصعد باي شكل. ولقيت ان هم يعني جايبين علاء عبد العال ثقه، وما قعدوش معايا انا بس، يعني قعدوا مع مدربين اخرين. منهم مدرب في الدوري ممتاز، ومنهم مدرب اخر مسك ممتاز بيه ليه اسم كبير في الممتاز بيه. فقعدوا معايا اتكلموا معايا، شرحت لهم الموقف والاستراتيجيه اللي انا ممكن امشي بيها، وكانوا صراحة معايا قالوا هنقعد مع حد تاني برضه. خلاص انت قالوا هنرد عليك بالليل. استنى بالليل ما حدش رد، قلت خلاص. وكان في كلام كده احد المدربين، قلت خلاص يعني هضطر بقى اسافر بقى. يعني هترضى بقى بعرض من المغرب من الاثنين التانيين. لقيت الساعه 11 تاني يوم تليفون كابتن مصطفى ينداوي، كنت بعت له رساله قلت له يعني عادي يعني ربنا يوفقكم في اللي هيجي وبتاع. لقيته بيكلمني قال لي ده احنا عايزينك حالا في الشركه دلوقتي، المهندس ابراهيم رمضان والمجلس عايز يقعد معاك. فروحت خلال ساعتين قعدت معاهم، قالوا لي بالاجماع احنا انت معانا ان شاء الله باذن الله. فلما يجي لك بتروجيت بامكانياته ما
ما تقدرش تقول لا. لان اسم كبير، ناس محترمين، رغم صعوبه الموقف يعني. انا رايح وكان فات 4 أسابيع من الدوري وبتروجيت فوق. لسه متعادلين اول امبارح اعتقد مع الترسانة. مع الترسانة ماتش صعب. انما لما تروح واول 4 أسابيع فقط 8 نقاط والفريق منافس واخد ال 12 بونت يعني. هم مين المنافس؟ السيراميكا من من ضمن الفرق المنافسه طبعا. يعني واخد البنات كلها في 4 أسابيع وانت فقط 8 نقاط. فكان الكابتن عوضه قدم اعتذاره وهم قبلوها وبدات انا وتقابلت التحدي مع التحدي صعب لكن انت قد يا كابتن علاء وعملتها قبل كده. فخلينا نطلع على الفصل وبعد الفصل هسالك على الصعوبات اللي هتواجهها في الفتره اللي جايه علشان ترجع تاني بتروجيت، فريق كان بعبع الاهلي والزمالك في وقت من الاوقات، وانت من الناس اللي بتعرف تتعامل مع الكبار وبالتالي مهم انك تعرف تتعامل مع عوده بتروجيت ان شاء الله للاضواء. لكن نطلع على فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا النهارده كابتن علاء عبد العال. شكرا لكم. مرحبا بحضراتكم جديد. كابتن علاء عبد العال ضيفنا النهارده في سوبر تايم. كابتن علاء، بتواجه صعوبات اكيد، يعني دخلت على فرقه مش من البدايه فمش انت اللي مختار اللعيبه، هتعمل ايه علشان ترجع بتروجيت فوق؟ هو في قوام فريق يعني. انما ممكن يبقى في نقص في بعض المراكز المهمه. ممكن ان شاء الله ندعمها في يناير، ومجلس الاداره يعني بيدعمني بقوه. بدات ابص لقطاع الناشئين في بتروجيت، في لعيبه مميزه. يمكن كان مهمش شويه قطاع الناشئين من قبل كده. لا، بدات وصعدت حوالي 5 أو 6 لاعبين الفتره دي. هي منافسه صعبه يعني مع احترامنا الكبير طبعا لسيراميكا الاول، انما لا لسه في دور تاني كامل، في 4 مباريات من الدور الاول يعني في 15 مباراه. ما اعتقدش ان مجموعه فيها سيراميكا، الداخليه، القناه، نجوم المستقبل، بتروجيت، شبين، منتخب السويس، فرق الترسانه رغم صعبه جدا. ما اعتقدش ان في فرقه هتبقى يعني على طول فوق يعني. فاحنا نجتهد يعني بالامانه، ودي برضو شهاده حق تقال. الباشمهندس ابراهيم رمضان رئيس النادي قال انا اشوف بس ان في جهد بيتعمل، وان ان ان, إن انتم مش مقصرين، والنتائج بتاعت ربنا. انما احنا نجتهد واتفقت مع اللاعبين. وبعدين في حاجه جميله اتعملت في بتروجيت يمكن افتقدوها الفتره اللي فاتت، ان ابناء النادي المخلصين ما كانوش موجودين الفتره اللي فاتت. امثال كابتن مصطفى هنداوي وكابتن طارق حماد. انا بتكلم بجد ان انا الناس دي عشرتها وانا في الداخليه وهم قدامي بتروجيت مع ايام الكابتن مختار فالناس دي مخلصه جدا للمكان. مجلس الاداره مشكورا جديد رجع الناس دي. يعني عارف اللي هو ايه، انت بترجع هويه بتروجيت ايامها الجميله يعني. فده شيء ساعدني بشكل كويس. موجود عمرو حسن من اللعيبه اللي اخلصت لبتروجيت طبعا، ومكافئته طبعا ان هو يبقى تواجد في الجهاز كمدير شؤون لاعبين. فبالمجموعه دي بمجموعه شباب طالع معايا في الجهاز الفني لبتروجيت مخلصين للنادي، اعتقد ان شاء الله يعني تعهدنا ان احنا نبذل كل الجهد ان شاء الله ان احنا نوصل باحسن حاجه لبتروجيت ان شاء الله. مش ما عندكش طموح او حلم انك تدرب في النادي الاهلي بما انك ابن من ابناء الاهلي؟ عندي طبعا، عندي طموح كبير. حاسه بعيد ولا حاسه ممكن يتحقق؟ حاسس انه مش بعيد، لا، لان يمكن وصل لي ان الموسم ده هم كانوا بيفكروا فيا ده من جوه النادي الاهلي، بس مش مدير فني ماشي يعني كمدرب عام. يعني ده من الداخل رغم ان ما تقليش صراحه، انما تواجد في النادي الاهلي طبعا شيء جميل جدا. وان كان الواحد يتمنى ان يبقى يعني رقم واحد، انما
ما اعتقدش هيبقى دلوقتي يعني. يعني بس بالنسبه لك كابتن علاء بعد سنين طويله رجل اول ترجع تاني رجل تاني في برضه هيبقى فيها تفكير يعني برضه هل هيبقى مشروطه بحاجه معينه ولا ان انا هبقى رجل تاني زي اي حد ما خدش تجربه الرجل الاول بياخدها كبدايه عشان يبدا يبقى رقم واحد. ماشي. اعتقد برضه هيبقى فيها تفكير ان انا هل ارجع تاني رقم اتنين ودي ممكن تبقى صعبه شويه لان اتعودت ان انا ابقى رقم واحد. بس لو في النادي الاهلي ومعاك مدرب كويس، لو مدير فني اجنبي كويس وفي طموحات وهتعامل بشكل ايجابي يعني ليه دور ليك دور فني رجل تاني ممكن يبقى في كلام يعني. بس ده برضه هيبقى في حاله ان انا ما كنتش رقم واحد في فرقه في الدوري الممتاز يعني. فاهم يعني بالنسبه لك رقم واحد في الدوري الممتاز ممكن تغنيك عن رقم اتنين في النادي الاهلي. دي ممكن لاني انا عاشق ان انا او حابب ان انا اكون رقم واحد وان شاء الله ابقى واحد مع بتروجيت باذن الله في الدوري الممتاز ان شاء الله ان شاء الله. مين بالنسبه لك مدير فني مصري ممكن تتنازل وتشتغل معاه رجل تاني ولا مفيش؟ لا مقفول مع احترامي للجميع. مقفول لا 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 ولا في منتخب مصر ولا في منتخب مصر. اوكي يعني زعلت ان انت ما اتحطيتش في الترشيحات بتاعت مدرب منتخب مصر؟ يعني لان انا يعني كنت اتمنى بقى من المرشحين لاني معلش مع احترامنا للاسماء اللي ترشحت انا لعبت قدامهم وبفريق اقل امكانيات منهم. ماشي. وكنت ند قوي جدا اليوم ند فنيا وتكتيكيا وممكن نتائج كمان. تمام. يمكن لظروف ان علاء عبد العال مش يعني ما لعبش في انديه الاهلي او الزمالك او كان اسم كبير كلاعب كان مدرب برضه في نادي الداخليه. كنت اتمنى ان انا اكون حتى من ضمن المرشحين يعني. لو في يوم من الايام جالك عرض من الزمالك كرجل اول او كرجل تاني عرض كويس هل ممكن تفكر فيه بما انك مدرب محترف ولا بالنسبه لك لا انا اهلاوي ما اشتغلش في الزمالك؟ لا اعتقد دلوقتي الدنيا بقت خلاص الاهلي اهلي والزمالك زمالك يعني حتى المدربين بقوا صعب ان حد يروح هنا ويجي هنا. ليه؟ طب ما كارتيرون عادي هو كان بيدرب الاهلي وبقى لا ده راجل اجنبي مش طب ما كابتن جوهري واحد من ايقونات التدريب. لا ده درب الاثنين برضه كابتن جوهري يعني كابتن جوهري برضه خلي بالك هو راح. ماشي. كابتن مصطفى كمان هو راح الزمالك ليه؟ وراح الزمالك لانه خلاص هو الكابتن جوهر رحمه الله عليه حس ان دوره انتهى مع النادي الاهلي. ماشي. تمام. فكان رد يعني على فكان رد ان هو يروح الزمالك. وبرضه لازم نقول ان ده الكابتن الجوهري. ماشي. تمام. ما اعتقدش هيبقى فيه كابتن مصطفى كمان مدرب حراس المرمى برضه انت بتتكلم اصل مدرب حراس المرمى غير مدير فني. يعني مدرب حراس المرمى ده بيبقى ضمن جهاز. ماشي. هو لما راح عشان راح ضمن جهاز مع كابتن ايهاب جلال وهو خلاص يعني سيستم نفسه ان هو مع جهاز ايهاب جلال. ماشي. مش هيرجع النادي الاهلي ولو النادي الاهلي طلبوه اعتقد مصطفى كمان مش اكيد ما مش هيتاخر يعني طبعا بالظبط. وهي كانت تجربه قصدي بالنسبه لحضرتك فكره انك اهلاوي ممكن تمنعك من التواجد في الزمالك يعني أو اعتقد ممكن يعني في الوقت الحالي يعني على الاقل يعني. طيب بالنسبه لك الدوري المصري وده سؤال انا بساله لحضرتك لانك سبق ودربت مش بس الداخليه لسنين طويله لكن كمان تجربه امبي تجربه مهمه. المدربين المصريين بيتطوروا بتطور الطبيعي بتاع المدربين في العالم ولا المدرب المصري بياخد وقت اكتر شويه علشان يتطور ويوصل للمرحله اللي بعد كده؟ بسال حضرتك السؤال ده لانه كل مره بتابع فرق الدوري المصري بلاقي انه الاغلبيه العظمى بيلعبوا بنفس الطريقه بيعملوا نفس الاساليب اساليب التدريبيه يعني. هل في مصر الموضوع يعني مختلف عن اي حته في العالم؟ لو تابعنا اي دوري في العالم هتلاقي ان في مدارس مختلفه، مدرسه مدرب دفاعي، مدرسه مدرب على طول مطير فرقته، مدرسه الاستحواذ، هتلاقي مدارس مختلفه وطرق لعب مختلفه واساليب مختلفه. عندنا في مصر موضه او الموضوع بينتشر قوي فبتلاقي انه 15 من 18 بيلعبوا بنفس الطريقه. ليه؟ لا هي الطريقه واحده بس هو التنوع في الطريقه هي اللي بتختلف من مدرب لاخر. يعني انت برشلونه هيلعب 4-2-3-1 انما برشلونه بتاديها ازاي والنادي في مصر بيأديها ازاي؟ نمره واحد قدرات لعيبه. نمره اتنين انت قلت حاجه كويسه قوي، هل المدرب المصري بيطور من نفسه؟ ما اعتقدش. لا ما اعتقدش. يعني برضو نتكلم بصراحه لاسباب مختلفه. المدرب المصري مظلوم لان انت المواسم ممتده كلها ورا بعض. ماشي.
ما عندكش الفرصة ان المدرب يروح يطور نفسه في مدارس اجنبية اخرى. يعني انا قعدت مثلا 16 سنة متتالية تدريب، ما عنديش فرصة ان انا اخد اجازة. اول مرة اخد اجازة او فترة نقاهة هي الفترة بعد ما سبت الداخلية، استغلتها فرصة وطلعت خدت دورة اطور من نفسي. حل. هنا الدور على المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم. يعني انا لما رحت الشيكاغو واحضر الدورة دي يا كريم، 50 مدرب مختلف من الولايات المتحدة الامريكية موجودين في الدورة دي. حل. وبعض مدربين من افريقيا موجودين، وجابوا لهم 3 خبراء من اسبانيا يحضروهم. يبقى انا الافضل ان انا اجيب 3 يحضروا 50 مدرب هنا، ولا 50 مدرب من هنا يطلعوا امريكا ياخدوا دوره؟ يقولنا طبعا، هما يقولنا طبعا تكلفه اقل طبعا، هتعمل عدد كبير. فلازم يبقى في سيستم ماشي لتطوير مدربين المصريين، وده لصالح الكره المصريه. لان انت بعد كده انت جيت اخترت مدرب مصري يمسك منتخب مصر الاول، ومنتخب مصر الاولمبي، ومنتخب مصر للشباب. اذا ما كانتش المدربين دي هتواكب التطور الخارجي هنفضل محلك سر. اجتهاد كله اجتهاد. موهبه ممكن تبقى موجوده على مدربين، بس الموهبه محتاجه علم ومحتاجه طبعًا تطوير طبعًا ومحتاجه طبعًا ثقافه. الكره عندنا مختلفه عن بره، لان انت بتبدا بره من الناشئ. الناشئ بيتعلم ازاي اساليب كره القدم الحديثه. عندنا هنا الناشئين مفيش اي اهتمام بيهم خالص، مفيش اي تطوير. اللاعب اللي بيعتزل ما عندوش اي خبرات هو اللي بيدرب. تقسيمه ومشي حالك. اللاعب الصغير ما بيتعلمش حاجه. بيكبر 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 لغايه لما يبقى فريق اول، بتضطر انت كمدير فني فريق اول لسه بتعلمه تحاول تاسسه تاني الاساسيات. هل يعقل هذا؟ لا طبعا. فاحنا التطوير فالدايره عندنا فيها خلل في بعض الامور، يعني بترتيب الوقت حتى. لازم اهتمام بالمدرب الناشئين. يعني انا ما اجيش مدرب الناشئين عشان هو مدرب ناشئين اديله اقول له انت هتاخد 1000 جنيه ولا 1500 جنيه. لا، ده انت الناشئين. انا بشبه الناشئ والولد الصغير اللي في مدرسه الكوره او اللي بيتعلم كوره زي المدارس. لو انت ما اسستش الولد في المدرسه كويس بتاعته العربي والانجليش وال استحاله يطلع المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه هيبقى تلميذ كويس او طالب كويس. هيبقى عنده مشاكل طبعا، هيبقى عنده صح. مشاكل في الاساسيات الدراسيه. نفس الموضوع لعيب الكوره، عشان كده لازم الاهتمام بالمدرب الشباب. طب بالنسبه لك مين احسن مدرب في مصر لو انت ما كنتش مدرب يا كابتن علاء؟ شايف المدربين اللي في الدوري مين اكتر مدرب بيعجبك تفكيره اسلوبه وخططه وطريقته في التعامل حتى مع الانساني مع اللعيبه كله الباكج كلها؟ يعني انا يعني دايما بقول من اشد المعجبين بإيهاب جلال بالامانه. يعني صح، يعني إيهاب مدرب بيطور نفسه. وده برضو اللي احنا بنرجع نقول عليه. صح جدا. إيهاب بيطور نفسه في فتره قليله، قدر يحط اسمه بشكل كويس. هو عايز يشتغل بالفكر بتاع بره، بس اللعيبه مش مساعده. أو اسلوب الدوري المصري مش مساعده قوي. عايز وقت. عشان كده تلاقيه بينجح مع الفرق الافريقيه بيكسب بالاربعه والخمسه. انما مع الدوري المصري بتبقى الامور في صعوبات. معجب بعماد النحاس. ماشي بخطى ثابته. تاني سنه ليه دوري. يعني السنه الاولى هو كان في سنوات قبل كده بس الشرقية وفي ما كانش فيه نجاح، بس ما كانش بالظبط. تاني سنه نجاح الدوري الباهر يعني مع المقاولين. صح. بس برضو مش هنستعجل على عماد. الاستمراريه كريم. الاستمراريه للمدرب عشان نقول عليه مدرب كويس، مش قبل 3 4 5 مواسم استمراريه في الدوري ممتاز بنجاحات. يعني طب والاجنبي ممكن احكم عليه بعد قد ايه؟ الاجنبي لا، الاجنبي ممكن بعد لو ماسك الفرقه من البدايه وفتره اعداد من البدايه خالص، هو اللي مختار اللاعبين. لازم احكم عليه بعد 4 5 اسابيع او 5 6 مباريات. يعني حكمت خلاص على فايلر؟ على طبعا. شايفه ازاي؟ مدرب هايل. هايل. لما تيجي انت بتقيمه، انا بقيمه انا كمدير فني او مدرب. ايوه، بقيمه من وجهه نظري انا كمدرب. فكره في الملعب ازاي؟ تغييراته ازاي؟
ازاي قدر يرجع لعيبه كانت بعيده صح يرجعها لمستواها، شخصيته مع اللعيبه، احتوائه للعيبه، اداره المباراه، تدويره للعيبه، يعني امتى اطلع ده وانزل ده واغير ده. لا اعتقد المدرب المناسب للنادي الاهلي نجح بشكل كبير. يعني كارتيرون بالنسبه لك شايفه ازاي؟ لسه، لان كارتيرون ليه تجربتين قبل كده في مصر مع وادي دجله ومع النادي الاهلي. يمكن اخر مبارتين كان مع النادي الاهلي كان نهائي افريقيا، كسب 3 هنا، وكان اداء سيء جدا للنادي الاهلي. يعني مع احترامنا ليه لما كسب 3-1 وضربتين جزاء والكلام ده، وراح خسر في تونس 3-0. اعتقد كان يعني ساب اثر مش كويس. انا شايف ان هو راجع مع الزمالك، مش هقدر احكم عليه دلوقتي، لان الزمالك كويس. الزمالك فريق فيه نجوم كبار جدا، لعيبه كويسه، اللعيبه هي اللي عايزه تعمل حاجه لنفسها ولناديها. يعني سواء كان كارتيرون موجود او غير كارتيرون بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت، وده باين على لعيبه الزمالك تصميمهم وارادتهم. فتقصد ان الكوره في ملعب لعيبه الزمالك بالظبط كده. جميل. فمش هنقدر نحكم على كارتيرون، لان ما اعتقدش ان هو في اسبوع قدر يطور. صعب كمان زي ما حضرتك قلت انه برضه الحكم على مدرب ما اخدش الفرقه من البدايه وهو اللي اسس دي، وهو اللي عمل. هنزودها شويه. دي هنزودها 10 ماتشات على الاقل. طبعا 10 11 ماتش. فاهم. نشوف الراجل ده بصمته موجوده ولا لا. جميل. تعالى نطلع لاخر فاصل، وبعد الفاصل نكمل كلامنا مع ضيفنا النهارده كابتن علاء عبد العال سوبر تايم. مرحب بحضراتكم من جديد، كابتن علاء عبد العال ضيفنا النهارده في سوبر تايم. كابتن علاء، لازم اسالك على اهم اخبارنا الرياضيه النهارده وامبارح في اليومين دول. يعني انتقال كهربا للاهلي شايفه ازاي؟ مفيد للاهلي، مضر للزمالك، يعمل ازمه ما بين ناديين اكتر، شايفه ازاي؟ لا، احنا عايزين نوصل للمرحله الاحترافيه. ده ينتقل هنا، ده هيسبب ازمه شويه ما بين الاهلي والزمالك. بس يعني انا سمعتك كنت بتقول تصريح امير توفيق، النادي الاهلي ليس طرف في المشكله ما بين الزمالك وكهربا، لان المشكله بين الزمالك وكهربا من خلال كهربا انتقاله للبرتغال. يعني النادي ورحيله من الزمالك عامه، لكن ملوش دعوه الاهلي خالص. فهو الاهلي بياخد الصفقه من النادي البرتغالي او كهربا. وبرضه نرجع نقول، يعني لو رجعنا بالذاكره شويه، ما هو كهربا من ابناء النادي الاهلي. يعني كان ناشئين وراح مرحله للنادي الزمالك، ونقول رجع للنادي الاهلي تاني. فاحنا عايزين ناخد الامور ببساطه. يعني شايفه فنيا مفيد للاهلي؟ لو مش الوقت الحالي، قدام شويه. اول الاهلي بيلعب في اكتر من بطوله، محتاجين او محتاج كل لعيبه السوبر. انا دلوقتي مثلا اقول كهربا بيشغل مركز من رمضان صبحي. طب لو لا قدر الله رمضان صبحي حصل له حاجه صعب، او لو ما قدرتش تجيبه، او وهو ده اللي دي النظره المستقبليه لاداره النادي الاهلي. طبعا. اللي بحييه عليها، ان رمضان واضح ان هيبقى صعب تمديد اعارته تاني او شراؤه. صح. فهيرجع انجلترا تاني، فبالتالي يبقى كهربا بخبراته يبقى موجود مكان رمضان. فاداره النادي الاهلي شغاله بالاحلال للاعبين اللي ممكن ما يبقوش موجودين معاهم الموسم الجديد. بالاضافه انت بتلعب في اكتر من بطوله، محتاج بديل واثنين وثلاثه، لعيب واثنين وثلاثه في اكتر من مكان. فاعتقد انها هتبقى صفقه ناجحه للنادي الاهلي. الدوري السنه دي شايفه ازاي يا كابتن علاء؟ هل المنافسه الطبيعيه الاهلي والزمالك، ولا ممكن يدخل معاهم حد؟ شايفين الاتحاد والمقاولين برضو مركزين في الحته اللي قدام، شايف الموضوع ازاي؟ الدوري السنه دي اخباره ايه؟ لا، هو انا شايف في فرقه كويسه، يعني بس مش هتكمل مشوار مع الاهلي والزمالك عشان نبقى صادقين. يعني المقاولين ماشي بخطوه كويسه، الاتحاد السكندري ماشي بخطوه كويسه، سموحه الى حد ما. انما في النهايه، يعني حتى لما كنا بنقول السنه اللي فاتت بيراميدز كان منافس ما بين الاهلي والزمالك، شايف بيراميدز في الدوري المصري نتائجه قليله وبيبعد. السنه اللي فاتت كان اقوى ولا السنه دي؟ السنه اللي فاتت كان اقوى بالمستشار تركي آل الشيخ. لا بس انا بتكلم عن اللعيبه، يعني هل كينو مع بينافنتي مع اقوى، لان كان المستشار تركي آل الشيخ بيجيب لهم صفقات ثقيله. يعني بس هل كانت صفقات مفيده فنيا؟ يعني برضو انا شايف ان هم استفادوا ولا بنافنتي ولا بسيفوينتي ولا بالناس دي، بس كان في هاله وحاله يخضوا، يعني كاسم يخض بالظبط كده. تمام.
فدي كانت حاله، بالاضافه للمكافئات الضخمه اللي كانت طبعا معموله لهم، كانت مديه اللعيبه مكافاه الفوز. كانت في الداخليه كام وقتها؟ اعتقد 5000 جنيه. 5000 جنيه كانت بيراميدز 100000 جنيه. تخيل شوف الفرق عامل ازاي. بيراميدز كان الماتش بيقف ب 150000، الماتش ب 100000 150 150 عادي، كله زي بعضه. اللي لعب زي ما لعبش. أيوه. زي فدي حاله طبعا، كان كله بيتكاتف. فدي فبيراميدز السنه دي مختلف، رغم ان انا في بدايه الموسم انا قلت كيلو مشي بس جابوا جون انتوي طبعا واسلام عيسى وكتير موجودين طبعا، بس طبعا كينو لا تقل كبير جدا. كينو كان مهم والمدرب مش عارف يستثمر اللعيبه اللي معاه بشكل جيد، رغم ان هو مش كويس في الدوري الافريقي الكونفدراليه، انما في الدوري المصري متعثر. فعشان كده بقول ان بيراميدز لو ما لحقش نفسه يرجع هيبقى صعب، فاعتقد المنافسه هتبقى أهلي وزمالك. خليني اسالك على اسمه وقول لي رايك او رساله لي او كلمه، يعني كلمه قصيره يعني عنه. كابتن حسن شحاته قيمه كبيره جدا في عالم تدريب الكره المصريه، وعمل الانجازات، وحزنت جدا انه اسمه كان مترشح ضمن اسماء اخرى. بوافق معاك جدا يا كابتن جداً. حسن شحاته صح. يا شكرا يخش يا بلاش ما يترشحش صح. اسمه صح، لكن ما يتحطش في لسته فيها ناس تانية. بالظبط كده، بتفق مع حضرتك جدا جدا جدا. كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه طبعا، يعني اسطوره في التدريب، وان كنت اخذ عليه عتاب في سنه 90 او 89 وصلنا لكاس العالم رغم فرحتنا، انما اخر الكرة المصرية من وجهة نظري سنوات، لأنه وقف الدوري المصري وعزل اللعيبة الدوليين عن باقي اللاعبين في مصر، وكان هم دول بس اللاعبين اللي هيلعبوا سنوات طويلة للكرة المصرية. فكنت وقتها أعتب عليه بالخطوة اللي خدها دي، وضحى ببطولة أمم أفريقيا وقتها، وودى جيل اخر في اللي هي اقيمت في الجزائر، وكانوا ضحيه وخسروا 3 مباريات في بطوله امم افريقيا وخرجوا من الدور الاول، عشان خاطر كاس 24 العالم. او 25 لعيب اللي هم كان هيلعب بيهم كاس العالم، ورحنا كاس العالم وخرجنا برضو من الدور الاول. احسن مدرب فيهم، يعني ناس تقول كابتن حسن شحاته بانجازاته، وناس تقول كابتن محمود الجوهري بانجازاته، بالنسبه لك مين احسن في الاثنين؟ لا هو بص، يعني انت لو هتقيس هتلاقي الكفتين تقريبا، يعني هو كابتن جوهري طبعا، يعني لان انجازاته كمان مع النادي الاهلي وبطولات افريقيا، يعني دي بترجع مع وصوله لكاس العالم، يعني هو خد بطوله افريقيا ومع المنتخب، بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، وصل منتخب مصر لكاس العالم. كابتن حسن اخد 3 بطولات افريقيا، انما ما اخدش مع احد الانديه بطولات افريقيه او وصل بكاس بمصر لكاس العالم، فيعني هتلاقيها متوازنه، بس اعتقد ان كابتن جوهري اقوى. يعني كابتن طلعت يوسف مدرب واقعي، بيحترم نفسه، بيحترم فرقته، بيحترم الفريق الخصم، بيعمل في هدوء، ممكن ما يبقاش فيه اداء مبتكر او متطور للفريق اللي بيمسكه، انما مدرب واقعي عايز يبقى بالفريق في منطقه امنه. اتمنى ان طموحاته تزداد مع الاتحاد السكندري، وخاصه انه معاه فريق كويس، طموحاته تزداد انه ينافس على الدوري السعودي. كابتن حسام حسن حسام ممكن اختلف معاه واتفق معاه، انما في النهايه هو مدرب ناجح. يعني ايا كان مدرب ناجح، مدرب ناجح ومدرب جريء. ميدو يعني كنت ممكن اختلف معاه شويه، انما لا انا بحييه حسام حسن. ميدو ميدو يعني ما يعني هو يعني شكل جميل وواجهه كويسه للمدرب، انما بقول له عايزين مع الواجهه الجميله دي فعل. كابتن طارق العشري برضو اعتبره من مدرسه الكابتن طلعت يوسف، مدرب واقعي بيشتغل في ظروف صعبه، محقق نتائج جيده. كابتن محمد عمر
كابتن محمد عمر يعني هو مدرب ازمات يعني ملوش بصمه طويله، يعني لما بيحتاجه الاتحاد السكندري في 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 وقت معين بيلاقيه بيحقق نجاحات معاه، ممكن يكون محقق نجاحات خارج مصر يعني في الاردن في لبنان. ده معناه انه مش واخد حقه في مصر؟ لا هو مش واخد حقه في مصر، هو مسك، انما برضه مفيش استمراريه. ما الكابتن محمد عمر شخصيه محترمه جدا وصديق جدا، انما ممكن ما يكونش خد حقه عشان يبين الاستمراريه او ان هو نفسه قصير في الدوري المصري. بالنسبه لك المدرب المصري زي ما دايما بيتقال كده، الانديه الكبيره ما ينفعش معاها مدربين مصريين؟ لا بالذات الاهلي والزمالك، دايما الناس بتقول الاهلي والزمالك ما ينفعش معاهم. لازم شخصيه كويسه، لازم شخصيه قويه. شخصيه قويه، ما انت ممكن يبقى مصري بس شخصيه قويه. المدرب المصري بيركز مع السوشيال ميديا؟ اكيد. بتركز معاها بعد الكوميكس اللي حصل دي يا كابتن علاء؟ لا لا لا، الكوميكس اللي حصل ده نتيجه خلاص واحد استغل الموقف اللي انا كنت متنرفز فيه وبدا يعمل يدخل حاجات. بس انت عصبي يا كابتن علاء. ايه؟ عصبي انت برضو. لا انا بتعصب في حالتين، لما احس ان انا اتظلمت. تمام؟ اتعصب جدا وظلم متعمد. او ان اللعيبه بتاعتي ما تنفذش اللي انا عايزه. طب اتخانقت مع جمهور الزمالك ليه؟ لا انا ما اتخانقتش، ده هم اللي اتخانقوا معايا. ايه اللي حصل؟ لا انت فريق، انت بتلعب باخلاص وخطا كبير ان يبقى الجمهور وقتها ورا دكه الفريق المنافس ولغايه الدقيقه 89 وانت متعادل وهم لازمين شتيمه فينا طول المباراه وسب ويعني والحكم سامع، الحكم نفسه اتشتم وما خدش قرار، وده اللي انا بقوله للحكام. هو انت لازم تتشتم عشان توقف المباراه؟ هو هل انت كحكم مباراه مش مسؤول عن تامين المدير الفني والاجهزه الفنيه وكل ما هو داخل الملعب؟ انت القاضي، صح. انت اللي تقدر توقف المباراه وانت اللي تطلب الامن. فلما تمادوا الكلام ده كله وجه هدف الفوز خلاص هم كسبوا. تمادوا في الشتيمه، فما كان عليا ان انا غير رفعت فانيله الداخليه وصدفت انها حمراء. بس انت كنت متاكد انها تيشرت حمراء؟ يعني ما هي فانيله الداخليه حمراء. ايوه انا قصدي ان انت رفعتها علشان تقول لهم انا اهلاوي، يعني ما تشتمونيش انا اهلاوي. لا انا ما بقولش انا اهلاوي، انا بقول ان انا بعتز بفرقتي اللي مع نجوم نادي الزمالك لغايه الدقيقه 89 متعادله وبتقاتل والزمالك. بس ده كان تفكيرك وقتها ولا تفكيرك كان وقتها؟ بدليل ان انا ما اتعاقبتش من لجنه المسابقات. لان ما استفزتش الجمهور، انا برفع فانيلتي بشجع لعيبتي فقد كان. بس والله بجد كان تفكيرك وقتها انه فرقه الداخليه ما جاش في دماغك خالص؟ بص الاهلي، بص يا كريم، انا مخلص المكان اللي بشتغل فيه. ما جاش في دماغك خالص الاهلي؟ لا والله، لانه كابتن حسام حسن لما عملها ورفع، اصل حسام حسن مصري ما بيلعبش باخضر، باحمر، يا اخضر يا ابيض. فلما يمسك فانيلا حمراء يبقى اهلي جدا. يبقى اهلي، فاهم؟ لكن انت ما كنتش قاصد خالص موضوع الاهلي. هي بقى اتفهمت كده، اتاخدت كده، الناس كلها اخذتها انه علاء عبد العال اهلاوي ورفع التيشيرت لجمهور الزمالك بيرد يعني على انا برد على انما بعتز جدا بجمهور الزمالك، وقابلت جمهور كتير جدا من الزمالك اعتذروا لي، لان هي فئه قليله او قله قليله اللي هي ما بتحترمش نفسها، ما بتحترمش وجودها في الملاعب لتشجيع فرقتها، هي كل تركيزها في نرفزه القسم او المدير الفني. انت جاي تتفرج ولا جاي تشجع فرقتك ولا جاي تضايق الناس؟ اخر اسم اسالك عليه قبل ما نختم، كابتن حسام البدري. كابتن حسام اخطا ببعده عن الاداره الفنيه لمده سنه لما قابل ان هو يمسك بيراميدز، واعتقد دي قللت من اسهمه كتير، وكان اسمه بعيد عن التدريب المنتخب الاول. اعتقد مفاجاه لي ولينا انه يبقى هو التدريب مدرب او مدير فني الفريق الاول. كان يعني يعتبر كان مستبعد شويه يعني تاني تالت رابع. جات لك الفرصه يا كابتن حسام، خط مباراتين الجمهور غير راضي والناس غير راضيه عن اداء المنتخب ونتائجه فيها، لازم هو وجهازه يخلوا منتخب مصر في المكانه المثلى اللي تعودنا عليها دايما. تحط اسمك رقم كام في وسط مدربين مصر؟ هل شايف نفسك رقم واحد؟ هقول من ضمن من ضمن خمسه او سته. من ضمن احسن خمسه في مصر؟ مش هقول رقم كام.
انما من ضمن خمسه او سته او او اه سته او سبعه بكتير قوي. ماشي. يعني علاء عبد العال لازم يبقى اسمه موجود، ومش انا اللي اقول انا ابقى رقم كام. بس قصدي ان شايف نفسك في التوب فايف او في اول خمسه اول سته اول سبعه في الحته دي. بالظبط كده. كابتن علاء انا بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، نورتني وسعيد بلقائك، وان شاء الله كل التوفيق ليك في بتروجيت. ان شاء الله بتروجيت ترجع السنه الجايه في الاضواء باذن الله. فريق يستحق ان هو يكون وسط الكبار، وانت مدرب كبير وليك اسمك في الكره المصريه. ان شاء الله كل التوفيق ليكم. شكرا كريم، وحوارك جميل، وقدرت تطلع مني حاجات يمكن كنت صريح فيها قوي يعني قوي. فارجو انا اتعودت الصراحه، وارجو ان الساده المشاهدين يعني يكونوا يتقبلوا هذا الكلام. بشكرك على وجودك معايا كابتن علاء، نورتني. كابتن علاء عبد العال واحد من المدربين المصريين الكبار كان ضيف النهارده سوبر تايم. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد حلقه جديده دايما على تايم سبورتس. صباح الخير.